حقيقة ما شهدته معرض ليب من نقلة نوعية في مجال التقنية ونقل تجربة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية للجمهور المحلي والعالمي يعتبر نقلة نوعية فريدة من نوعها هذا العام. حقيقة في معرض السعودية الرقمية أبرمت عدد من الاتفاقيات وأطلقت عدد من الخدمات تتجاوز 15 إطلاقا بهدف تعظيم كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيد والارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستفيد بشكل أمثل. شاركنا فيه عدد من الجهات الحكومية، أكثر من 12 جهة حكومية كانت مشاركة، شاركت أيضا عدد من الدول لتجارب بها ونقل التجربة العالمية إلى المملكة العربية السعودية، ونطمح إن شاء الله خلال السنوات القادمة لتعظيم الفائدة من هذا المعرض لنقل تجربة التحول الرقمي الرائدة في المملكة العربية السعودية للعالم بأجمع. نعم، أيضا اتجهتم لإطلاق سياسة منصات الحكومة الشاملة للجهات الحكومية دكتور عبد الله، يعني ما أبرز شروط هذه السياسة وكيف نقيم حتى الآن الأداء بالنسبة للمنصات الحكومية التي أصدرت سابقا؟ اليوم يبلغ عدد المنصات الحكومية أكثر من 500 منصة حكومية. هدف هيئة الحكومة الرقمية اليوم أنه رفع كفاءة هذه الخدمات والمنصات وتقديم تجارب سلسة للمستفيدين والاستفادة العظمى من منصات الحكومة الشاملة بهدف تسهيل على المستخدم والمستفيد لتلقي هذه الخدمات. حرصت الهيئة منذ إنشائها على إطلاق ما يسمى بحوكمة المنصات بهدف تسجيل المنصات لدى الهيئة والاستفادة من المعلومات الموجودة في توفير أفضل أنواع الخدمات وارتقاء بها، وأيضا دمج بعض المنصات لتسهل للمستفيد تلقي هذه الخدمات. مجرد الجهة الراغبة في إطلاق منصة أن تقوم بتسجيل هذه المنصة من خلال الرابط المخصص لذلك في هيئة الحكومة الرقمية، وتقوم الهيئة بدراسة هذا الطلب والتأكد من عدم تكرار تطوير المنصات الحكومية الرقمية وأيضا رفع كفاءة هذه المنصات بما يحقق مصلحة المواطن والجهة الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء. نعم، بالنسبة لنظام المشتريات الرقمية دكتور عبد الله، أولا قد ايه عم بيبلغ حجم المشتريات الحكومية بالنسبة للتقنيات الرقمية، وقد ايه مرتقب انه هذا الرقم يزيد مع هذه الثورة الرقمية اللي عم تشهدها المملكة العربية السعودية؟ طبعا حكومتنا الرشيدة أيدها الله تولي جانب التحول الرقمي عناية كبيرة وفائقة، وأكبر دليل على نضج الخدمات الحكومية ومستوى التقدم اللي وصلنا له في الحكومة الرقمية هو ما شهدناه من استمرارية الأعمال واستمرارية تقديم الخدمات أثناء الجائحة. في الوقت الحالي يبلغ الإنفاق الحكومي على الحكومة الرقمية أكثر من 12 مليار سنوي، ومتوقع زي ما تفضلتي مع هذه الثورة الرقمية أنه تتزايد هذه الأرقام إلى أرقام أكبر خلال السنوات القادمة. الهدف اليوم في هيئة الحكومة الرقمية أنه تعظيم العائد على هذا الاستثمار لارتقاء بجودة الخدمات وتعظيم الأثر المتحقق منها بما يعود بمصلحة المستفيد من هذه الخدمات وتقديم تجربة سلسة ومرنة لهؤلاء المستخدمين. نعم، مع ارتفاع يعني حجم الإنفاق دكتور، قد ايه نتوقع أن يساهم القطاع الرقمي بمجمل الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2030 وهو موعد يعني تحقيق كل محاور رؤية المملكة؟ طبعا الاقتصاد الرقمي اليوم هو أحد ركائز الاقتصاد العام في المملكة العربية السعودية، ونتوقع أن يكون هذا الاقتصاد أو هذا العنصر في الاقتصاد أحد المحركات الاقتصاد خلال السنوات القادمة. والسياسة اللي وضعتها حكومة المملكة لتنمية هذا القطاع ستساهم بشكل مباشر في زيادة العائد من الاقتصاد الرقمي وبما يحقق بإذن الله تعالى رفاهية المواطن وتحسين تجارب الحياة.
نعم، نشكرك دكتور عبد الله الفيفي نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية للاستثمار والتميز الحكومي والمشرف العام على الاستثمار والمشتريات الرقمية في هيئة الحكومة الرقمية، كنت معنا من مؤتمر ليب مباشرة المنعقد في الرياض. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا.